السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ايه الفرق بين النهج التقليدي للبرمجة والتعلم الآلي. النهج التقليدي للبرمجة ان انا بيبقى عندي بيانات معينة وبكتب برنامج واقول له اتصرف بالطريقة الفلانية فبيطلع لي برنامج شغال ومنتج وكل حاجة، بيطلع لي الاوتبوت بتاعي في مخرج كده اقدر اديه للعميل. طيب وبعد كده لما بتدي للعميل بتفاجئ ان انت في مشاكل معينة، فاضطر ان انت تعيد كتابة الكود، بتفترض قاعدة if else ان في مشكلة طب اعمل كذا. على سبيل المثال انت عامل برنامج مثلا ينزل يجيب لك حاجة ساقعة او بيبسة او حاجة زي كده، فانت كتبت له كود وقلت له روح الباب وبعد كده تدوس على زرار الاسانسير وبعد كده. طيب لو راح الباب ولقى الباب مفتوح ومفروض ان هو يفتحه، هيقف منتظر ان الباب يتقفل عشان يفتحه. راح عند الاسانسير ولقى مش شغال مش هيقدر ينزل على السلم. راح عند السوبر ماركت ما لقاش بسكوت انت عايزه فمش يصرف من نفسه. انت لازم تديله كل خطوه خطوه. التعلم الآلي بقى لا، هو انت تديله بيانات وتديله المنتج، يعني بتديله كتجربه حصلت قبل كده. زي ما احنا العكس بقى، هنا المره فاتت كان اللي بيطلع الاول بوت، لا هنا الاول بوت باخده بقول له دي التجربه حاول تستفاد منها. يكون مثلا في لعبه شطرنج فبديله لعبه شطرنج وهو بيبدا يفكر ويبدا يوجد نموذج ويوجد موديل يبدا يشتغل عليه، بحيث ان هو مع نفسه لو حصل اي لخبطه فاللخبطه او المشكله دي بيعتبرها هي البرودكت او المنتج اللي يدخل ويبدا ان هو يغذي نفسه بحيث ان هو يستفاد من التجارب بتاعته. فهو كل مره بيشتغل، كل مره مثلا لو بنتكلم مثلا عن الشات جي بي تي، كل مره بتناقشه بيبدا ان هو حتى لو غلط بيبدا يتعلم من غلطه ويبدا ان هو يتناقش تاني، يعني بيستفاد من كل تجربه مره بيشتغل بيها. يعني كل ما واحد بيفتحه ويشتغل عليه بيحصل عنده تعديل. وده يجاوبنا على سؤال بقى مهم قوي، ايه الطفره الرهيبه دي؟ يعني الذكاء الصناعي مره واحده ظهر؟ لا، هو الذكاء الصناعي موجود من تقدر تقول مثلا من يمكن 80 سنه، يعني من في الحرب العالميه الثانيه ظهر فكره الذكاء الصناعي. اذا كان في كمبيوتر او كان في كمبيوتر بدائي وهم اصلا ما كانوش عندهم تصور حلو لفكره الكمبيوتر هيعمل ايه، فكان هي الفكره بتاعتها ان هو هيبقى كمبيوتر خارق تدي له اي سؤال يجاوب عليه. طبعا الموضوع ما تمش بين يوم وليله، لا ده خد سنين وكان فيه تجارب كتير جدا. كنت لسه بسمع لحد من المحترفين في موضوع الذكاء الصناعي دوت، كان بيتكلم على ابحاث هو نشرها سنه 1982 في موضوع الشات جي بي تي او ان انت تكتب كلام وهو يكمل لك الجمله ويجاوب عليها، وكان بيتكلم على ابحاث قبل كده بكتير هو معتمد عليها لها اكتر من 10 سنين. فالموضوع ما تمش بين يوم وليله. طيب ايه اللي حصل في طفره؟ حصل ان عندنا البيانات. خلينا نتكلم مثلا لو احنا عندنا هنا دي كميه البيانات ماشي، وعندنا هنا التطور في التعلم الالي والذكاء الاصطناعي. طيب في الاول بيبقى عندنا بيانات عماله تيجي كتير، فبيحصل منحنى عندي كده بالشكل دوت. بعد كده كميه البيانات اللي بتزيد بعد كده ما بيبقاش ليها اي قيمه خالص. تمام، ليه؟ هي نفس الدوال اللي موجوده، هي نفس الخوارزميات اللي موجوده، فمفيش اي تطور. حتى انت مثلا ايه بتستفاد من كميه معلومات، بس لما بتزيد بزياده عن اللزوم هو مش قادر يستوعبها، فمفيش اي تقدم خالص بعد الكميه الاولانيه. حتى يعني كميه الداتا الموجوده رهيبه جدا لكن هو مش هيستفاد بها كلها، كانك انت مثلا مش قادر تحفظ الحاجات ومش قادر ان انت تتعامل معاها. لكن لما بدا يجيب بقى خوارزميات جديده تتعامل وبدات الناس تكتشف خوارزميات جديده، وساعد ان الناس كتير اتجهت لموضوع الاوبن سورس وتبادل المعلومات، فده عمل خوارزميات جديده. طريقه التفكير اختلفت، بقى في بيانات بتخلي الكمبيوتر يتعلم بشكل افضل. من ضمن مثلا التجارب اللي خدت وقت ان موضوع ان كاسباروف لما لعب الشطرنج مع الكمبيوتر وانتصر عليه الاول وبعد كده الكمبيوتر هو اللي انتصر على كاسباروف. فبعد كده الناس اللي هم بتوع اي بي ام بداوا يطوروا الخوارزميات، وفي تطور رهيب موجود لكن هو للاسف لاغراض عسكريه فلا يتم الكشف عنها. وحتى لما بينزلوها للناس العاديه بيبقى خايف ان يتم استغلالها في دول تانية، يعني الصين خايفه مثلا من امريكا وامريكا خايفه من روسيا وخايفه من الصين، والناس كلها يعني حساسه جدا لان الموضوع رهيب ممكن يستخدم بشكل سيء فيتم مشاكل كتير. لكن لما ظهر بقى الاوبن اي اي وفتح خلاص انطلاقه. ليه؟ لان هو نزل بصوره سهله، يعني الحاجات دي موجوده بقى لها فتره لكن مش بالقوه دي. هي قوه من نتيجه ان ناس كتير بتجربها وخوارزميات جديده
وافكار جديده، والناس كتيره جربتها يعني. من اول 3 ايام مليون واحد، بعد كده وصلوا المليار، وهو بيتعلم من كل واحد فيهم. انت كل ما بتكلمه يعني، لو الناس كلها مثلا مهتميه بالادب والشعر وبدا يكلموه، هيبقى قوي جدا في الادب والشعر. الناس كتيره بتكلمه مثلا باللغه العربيه في النواقد في الوزير، نزل شات جي بي تي 4 بمغطي النكت والفوازير من غير ما حد يقعد معاه ويحفظ النكت والفوازير. هو فين هنفكر ازاي؟ زي فكره البرمجه، برمجه جوجل، هما مش موظفين واحد يبص على الترجمه ويبدا ان هو يصلحها والحاجات دي كلها، لا، هو من نفسه بيبدا يتعلم كل مره بيترجم، ولم وذات قوته لما اديله الترجمه بتاعه الامم المتحده، لان المترجمين ناس محترفين، فبدات الترجمه تبقى احسن بكتير. ولاحظنا الموضوع دوت، الخوارزميات اتغيرت يعني، عندنا فكره البيانات وعندنا فكره اللي انت تعمل خوارزميه معينه او تعمل طريقه تفكير معينه، وبالذات لما اوبن سورس، فاصبح كل واحد مش بيبدا الموضوع من الاول، لا، ده كل واحد بيستفاد من التجارب اللي قبليه. يعني انت لو ناوي تبدا في الموضوع، مش تبدا تخترع شات جي بي تي وتقعد كذا سنه تتطور فيه، لا، انت بتشوف بديل اوبن سورس ليه وتبدا ان انت تطور فيه، وهتلاقي ناس مديلك البيانات جاهزه. فالموضوع هيتطور اكتر من كده كتير، نعم، لان في ثوره في تبادل المعلومات، وثوره في الخوارزميات، وثوره في توفر الداتا والبيانات والقصص دي كلها. فده الفرق بين النهج التقليدي ونهج التعلم الالي. فدلوقتي بيقول لك ايه، وانت تتعلم برمجه بس عينك على ان انت بعد فتره بسيطه من تعلم اساسيات البرمجه تخش في فكره الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي والدول بتاعتها، بحيث ان انت تتقن القصه دي لانها مطلوبه جدا في السوق.